أيها السادة والسيدات، نرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج رائد المسرح الشعري في ليبيا الشاعر عبد الحميد بطاو. كنا في الحلقة الماضية وقفنا على النص المسرح الشعري الرابع. الآن في هذه الحلقة بإذن الله سنقف عند النص المسرح الشعري الخامس، وهو بالتأكيد ينتظره المشاهد الكريم في انتظار جودات هذا العمل جديد. وربما هذا من الأعمال اللي يعني سيد عبد الحميد بعد 4 أعمال كاملة ومنها من تحصل على جوائز، فنأتي إلى في انتظار جودات. ما الذي يريد أن يقوله عبد الحميد بطاو من هذا النص المسرح الشعري الخامس، عمل من الأعمال اللي تؤكد هذه الريادة، ريادة المسرح الشعري؟ كل الاستعراض اللي قدمته ليس من باب الاستعراض ولا والتبجح ولا لي، ولكن هذين إنجازات موجودة قائمة هناك من صدر في كتابه. طبعا عندنا أجمل شيء أني ما ضيعتش النصوص اللي سمعتوهن الآن، وصدر الجزء الأول من مسرح بطاو الشعري وعن طريق وزارة الثقافة طبع وصدر ولم يوزع كما يجب، ما عندناش هنيه في دارنا أبدا، وهو فيه يحوي على 3 مسرحيات اللي هن معزوفة الكبرياء وعفوا تكلم الآن. والجزء الثاني من مسرح بطاو الشعري هو الموت أثناء الرقص والجسر والزفاف يتم الآن، هذين 6 نصوص مدونات وموجودات الآن في مجلدات وتباع في الأسواق بإذن الله عن طريق وزارة الثقافة. صدر الجزء الأول بفضل ومتابعة وتعاون صديقنا محمود اللبلاب مدير إدارة الإنتاج التأليف، فبارك الله فيه. صدر الديوان الجزء الأول والآن بصدد صدور الجزء الثاني، خلاص جاهز وواتح للطبع وحي تحت الطبع. فهذين المدونات موجودة الحمد لله، بعدين الأجيال الأخرى حتجي وتعرضها وتعطي فكرة على هذه النصوص، تعطي فكرة على كيف يعيش الناس في هذا المجتمع في هذا العصر بالذات، بغض النظر عن عصر معمر قذافي أو عصر ثورة 17 أو عصر الملك إدريس، ولكن تتحدث عن الإنسان في كل مكان وفي كل زمان. فطبعا أنت انتظار جودات كان طبعا عندي سؤال مسبب لي قلق، وهو زي ما يقولوا هل الإنسان يأكل ليعيش أم يعيش ليأكل، كذلك هل الإنسان ينتظر ليعيش أم يعيش لينتظر. فعملية الانتظار هذه احنا عايشينها باستمرار، احنا قاعدين يمرن بنا يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة ولحظة بعد لحظة، بايفش ننتظر يعني شو ندير. اللي قال لك الإنسان في آخر عمره يكتشف أنه كان يحاول أن يعيش حياة ما قدرش يعيشها. فإحنا الانتظار في ماذا ينتظر الإنسان؟ أكيد ينتظر في الموت، وهو الحقيقة الوحيدة في هذا الكون. كل الأشياء قد تكون وهمية وقد تكون خادعة، ولكن الشيء الوحيد هو الموت، وبدليل أننا افتقدنا الكثير من الناس اللي لم يعودوا على مسرح هذه الدنيا. والانتظار كان انتظار لكثير من الأسئلة اللي تؤرق الإنسان، بداية من إنسان قاعد في قهوة وجاته رسالة من جهة من عن طريق البريد تقول له أن ابن عمك مات في أوروبا ومسيب لك ثروة، وتعال انتظرني في حديقة سميتها حديقة نحت الصخر، يعني ما فيش فايدة غير مجدية، في حديقة نحت الصخر حنجيب لك الثروة متاعك غادي. فيجي يقعد في الحديقة هذه يعني ينتظر، يجي بعدين مواطن آخر يخش معاه يحسابه هو جودات، يقول له لا حتى أنا الراجل صاحبك هذا موعدني بأنه حيقول لي أنت عليش عايش وشنو فلسفة الحياة، وهذه أسئلة مقلقة قاعد نعيشها. وواحد آخر يقول له أنا أجيب، وبعدين واحد آخر يقول لهم أنا ننتظر في الرجل هذا عشان يوريني أصولي وأنا منين وأصلي منين. فطبعا جميع الأسئلة جسدتها من خلال شخوص يلتموا في الحديقة ويبدوا ينتظروا في جودات. كل ليلة كيجوا يروحوا يجيهم طفل صغير يحمل رسالة يعطيها لهم يقروها، آسف على التأخير سأحضر في اليوم القادم،
أخوكم جودات، فيباتوا ويقعدوا طبعا إلى أن يبدأوا يتساقطوا ويموتوا وتنتهي المسرحية. بأن الإنسان هناك كثير من الأسئلة اللي يبحث عن أجوبة لها ويموت دون أن يصل إلى الإجابة، وهذه برضه نتيجة غير عادلة بالنسبة للإنسان، أن عايش كثير من الألغاز والمعميات. وللأسف زي ما قلت لك، يعني زي ما قلنا في قصيدة مقطع بيت بتاع المجنون ليلى اللي يقولوا إني لا أخشى أن أموت فجاءة وفي القلب حاجات إليك كما هي. فالإنسان يظل مستمر في هذه الحياة هو مش عارف كيف أو ماذا شنو النتيجة يعني. فهو هذا ما يريد أن يقوله نص في انتظار جودات. احنا في انتظار العدل، في انتظار المعرفة، في انتظار الحياة الصحيحة، ولكن غالبا ما نكون يعني لا نصل إلى نتيجة. وللأسف أن هذه فلسفة متشائمة وقد تكون قريبة من الواقع. لماذا جودات؟ لماذا الاسم؟ هل الاسم له مغزى معين؟ هو طبعا يسمح في انتظار جودات يذكر طبعا دغري في انتظار جودو الكاتب الانجليزي صامويل بيكت، ولكن هي لا هي قد يكون لها تاثير، لان جودو برضه النص بتاع مسرحيه جودو المسرحيه العالميه اللي كتبها وعرضها على مساجين اول ما عرضها علشان يوريهم بان الابداع يشد حتى المسجون اللي قاعد في سجن وقاعد عايش مقمع وعايش بائس هينسجم مع النص. فعلا درس صدى لدى السجون. فهي طبعا يقول بان يجيه واحد اثنين اصدقاء ويبقوا يحكم على بعضه وانت ايش دير وانت مش عارف ايش، وبعدين يمشوا ويردوا اخرى ويقعدوا بنفس العمليه في انتظار غير مجدي. فطبعا هذه برضه تعتبر اللي اوحت لي بالنص. اضافه الى ذلك جود اتس، جود كرم، آتس يعني جاي. فالسأل اسم مركب وطبعا معروف من ضمن الأسماء الليبية جودات معروفة. فقلت ربما الإنسان يخطر عليه عملية جودات هي جود آت يعني جود ممكن حيجي. فاخترت الأسم هذا هي من أجل برضا لا أنكر أن تأثرا في انتظار جودات النص الأجنبي أضيها. وطبعا احنا من حقنا ان نتاثر بالابداعات الاجنبيه وناخذها ونستفيد منها ونطورها ونليبها فهو طبعا هذا نص شعري والحواريات اللي فيه كلها شعر. طبعا جميع النصوص اللي عرضتهم توا كلهم بالشعر، لغه شعريه جميله وحوارات شعريه وفيها اشياء فلسفيه كلها بالشعر، الشعر التفعيله الجميل للموقع اللي مش نثر عادي نثر سهل بسيط، لا شعر حتى التعليقات حتى البنتوماين زي ما يقولوا جماعة كل مونولوجات شعرية متكاملة. هل مثلا في انتظار جودات يعني مثلت وجسدت على خشبة المسرح؟ هو عندي صديق مجنون بها ومهووس بها كما قال في لقاء معه اللي هو المخرج أحمد الحصادي، هذا قاعد يجهز فيها ولو اتيحت له الظروف حيخرجها وممكن حيبدع فيها، لان هو عنده نفس التصور. قد نختلف انا وياه في التصورات ولكن هو عنده تصور اخر. هو طبعا يبيها قهوه وجو عادي، لكننا نبي الاشياء كلها غير محدد الملامح، يعني القهوة بدل ما تكون قهوة تكون الناس مقمزين على كراسي بطريقة مش عادية، الحديقة حيكونوا الناس مقمزين على صخر، ويعني أشياء هلامية غير واضحة، لأن طبعا وهو يبيها بطريقة كلاسيكية عادية. وطبعا لما يبدأ في الإخراج هو من حقه أن يخرجها بطريقة اللي يراها مناسبة. أنا كمؤلف سلم هذا وهي أي شيء طبعا سواء اللي يشوف النص معروض على المسرح أول ما يتبادر إلى ذهن المخرج في هذه الشطحات اللي على المسرح من إضاءة من ديكور من موسيقى من مؤثرات صوتية، المخرج هو اللي يكمل النص. فلذلك هو حر في إخراجها بالطريقة اللي يراها مناسبة. وأنا واثق أن أحمد الحصادي من المخرجين المبدعين اللي ما زال ما خذ غايته كما يجب. أستاذ عبد الحميد بطاوي، يعني أنت حالتني إلى جزئية أخرى وربما نأخذ إجابة عنها باختصار. أنت دائما الشاعر ترفض
انك انت تكون مكبل ودائما تنادي بي ودائما ما لا تفضل انك انت تعيش مكبل اليدين او ان يمارس عليك مثل ما عفوا تكلم الان. هل تشعر لو انت اعطيت نص كما قلت لاي مخرج وشعرت ان هذا المخرج يحاول ان يفرض طريقه اخراجه بطريقه ما لا تروق لك وكان نوع من القمع لشخوصك داخل العمل المسرحي؟ هو طبعا هذا حدث بيني وبين حسين عبد الهادي اثناء اخراج مسرحيه معزوفه الكبرياء، وكان الراجل منفعل ويقول لي ارجوك خطاني خليني اشتغل. فطبعا كثير ما اصدم انا، لاني انا وانا نكتب فيها احيانا عندي رؤيه اخراجيه، وانا نكتب نحس بان كان الاشخاص يتحركوا قدامي كانهم على مسرح، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا والطريقه كذا. لكن المخرج لما يبدا، وهي طبعا هذه مشكله، المفروض كاتب النص لا يحضر التجارب ولا يحضر، والمخرج يشتغل فيها بشطحاته كما يشاء، لأن أنا بمجرد ما نسلمها المخرج أصبحت خالي مسؤولية عنها. يهمني النص، يهمني أنه ما يغيرش كلمة، ما يغيرش مونولوج، ما يغيرش أي حاجة في النص الأدبي اللي موجود. لكن بالنسبة لأسلوب الإخراج وطريقة الإخراج هذه تخصها، رغم أني زي ما قلت فعلا نشعر بقمع، نشعر بأنه مش هذا التصور اللي أنا حاطه، ولكن الله غالب، لأن المخرج له رؤيته وله إعادة صياغة النص بطريقة الفنية الخاصة. نعم، تحدثنا عن في انتظار جودات، والمشاهد في انتظار شاعر عبد الحميد بطاو، يعني إذا كان لجود به قريحتك ربما نختم بها حلقة اليوم. هي طبعا فيها النص اللي هو متاع عندما صمت المغني، طبعا هذا برضه يحكي على القمع، ولكن طبعا في فرق ما بين الانسان اللي يصنت يسمع والانسان اللي يقول. فالقصيده نقول فيها: كنت في بادئ الامر مستغربا كيف كان يغني وليس يجيد الطرب، غير اني ركنت الى صمتي حين عرفت السبب واستصغت غناه. قال لي: ايها الفقراء كيف لا تسأمون الحياه، حينما يبلغ المد أقصى مداه، حينما لا تبالي الخفافيش بالشمس تخرج في عنفوان الظهيرة، حينما يخجل الحق من قسوة الظلم والعدل يبدو بدون بصيرة، حينما يفلح الساحرون الحواة بصنع ثعابينهم ثم ليس لديك عصا لا ولست نبي، حينما يركب الخيل من لا يجيد الركوب ويخطب في الناس كل دعي، حينما يصلع المرء ثم يبايع بالرغم منه الذي صفعته يداه، حينما يتحول مسخ إله. فهذه الأشياء اللي تخلي الواحد يبدأ، الأشياء الصور القمعية البائسة اللي عرضتها في قصيدتي هذه. شكرا لك سيد عبد الحميد، شاعرنا عبد الحميد بطاو، فارس هذه الحلقات وعريس هذه الحلقات. الزفاف لا يتم الآن، وإنما بإذن الله الزفاف سيكون في حلقة الغد اللي بإذن الله سنقف فيها على أعتاب نص شعري سادس الزفاف يتم الآن، ونفتتح بها حلقة الغد بإذن الله. وصلنا إلى الختام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.